السلام عليكم مشاهدينا الكرام وصحة رمضانكم. اليوم رايحين نشوفوا اذا الزوج الجزائري يعاون الزوجة تاعو في الشغل تاع الدار في شهر رمضان الكريم. تابعوا معنا نشوفوا كيفاش تكون الاجابات في حلقة جديدة من صالح جدا. بكل صراحة اذا تعاون الزوجة يعني في الاعمال المنزلية في الشغل تاع الدار في رمضان لازم تعاون، هذه حاجة باينة. كاين الخدمة بزاف، كاين هذه لازم تعاون. انت واش تعاون من داك فاش تعاون؟ الاولى يبعثوا كل غسيل تاع الماعن باينه، مور الفطور تغسل الماعن، نغسلهم واش راح دير؟ هذه هي الصراحة، كش واحد ماشي يغسل الماعن غير اللي ما يحبش يهدر الصح. يعني تعاونها في الماعن؟ لازم تعاونها، حاجة باينة، بس كان عندها شغالات بزاف قبل الفطور. وهي تقول لك اغسل لي الماعن ولا أنت من راسك؟ هي تقول لك بلا ما هي تقول لك حاجة باينة كل رمضان هكذا. يعني في رمضان المهمة تاعك تغسل الماعن. ولا غير شوف كاين واحد ما جاوش ساكن فوقي البارح عيط لي قال لي باش نخرجوا نتقهواو، قلت له شاك دير؟ قال لي نغسل في الماعن. نورمال نغسل لا الماعن انا نقي كلش. يعني مول الفطور انت تغسل الماعن؟ كي نجي من التراويح تغسل. نغسل نخدم نخدم. ما عندكش كاع مشكل؟ والله غير والو. خويا تفرح هكا كي تعاونها؟ والله غير تجيني علاش. هل هي تفرح؟ بيان سي تفرح ماذا بها. ماعن تاع الفطور ولا نقدر نعاونها فيهم، مثال هي نقولوا تغسل انا نشد لهم ونحطهم فوق البوطاجي نورمال. ولد زوجتي حداد. يعني هي تغسل وانت تشل؟ اي نورمال حدادي. اي زوجتي حدادي نورمال. يعني هذه معاونه؟ معاونة. تفرح هي؟ شنو ما تفرح هي؟ كان مع البرنامج كاع بها يفطر يروح ما يجيش حتى مور سحور. بزاف على بالك نسيت يتعبوا شويه. والله غير يتعبوا. وما دام حتى كي تكون قاعد على ما تعاونش صح، انت قاعد نخدم ندير كلش والله غير اللي يحبوا. عندك طياب ما لاش نطيب؟ والله ما في طياب. بكل صراحة إذا تعاون الزوجة في الشغل تاع الدار في رمضان جامي نعاونها في القوفة، نجيب القوفة. هذا ما كان، هذه هي خدمتي. ما تنشي حتى حاجة في الدار؟ والو. ما توجدش طابلة؟ ما تديش البولة؟ ريا. ما تخصش الماعن؟ والو. نعاونها غير في القوفة، نروح نجيب القوفة برك. واش دير كي تدخل للدار؟ جينيرالمون ما نقعدش في الدار. ندخل بعد كل سيزور نقضي ندور لي مارشي كذا كلش. باش تغسل الماعن ولا تعاونها؟ مي. ولا التسياب؟ نو. والو. علاش؟ باسكو سي با ماطاش. خدمتي انا برا. بالنسبة للشغل تاع الدار ما نقدرش نعاون الزوجة لأنه أنا طول راني برا، فهمتني؟ بكل صراحة إذا تعاون الزوجة يعني في الشغل تاع الدار في هذا رمضان. ما نقدرش نقول لك 100%، مي أنا عندي دراري الحمد لله هما يعاونوا يماهم. أنا عمري لا عاونت ما نكذبش عليك، مي عندي طفلة بنتي هي قافزة وعندي ما متفلك يكونوا حاجة كبيرة في الدار ويعاونها. كي تكون مريضه مي بور مومون الحمد لله. انت واش دير؟ انا ما ندير والو، انا نقضي لهم. هذا ما كان انا سين مارشي. جامي ما هكا عاونت بالك في الماء؟ لا ما نكذبش عليك ولا غير جامي. لا ولا غير جامي وما نعرفش. بون بور مارشي وي. نروح نقضي وكاع كي عندي ولادي ولا غير الحمد لله. ما تعاونش في الطياب؟ لا عمري، ما نعرفش نطيب. بكل صراحه تعاون شويه في الشغل تاع الدار في هذا رمضان. نعاون، انا نحب المرمط. الخطا السقايط هذا وكاع نحب نحضر الماء. قال لي طيب؟ لا ما طيبش. فاش تعاون في الدار؟ نعاون في لا بريباراسيون تاع الطابله. بكل صراحه اذا تعاون الزوجه في شغل تاع الدار يعني في رمضان. ما نقدرش نعاونها في شغل تاع الدار، ما نقدرش نعاونها. علاه؟ ما نقدرش. المراه هي خدمتها في الدار. انا خدمتي برا، انا هي خدمتها في الدار. ما نقدرش نعاون الزوجه. ما تعاون في حتى حاجه؟ لا نتعاون في الدراري كاين حفايس وين تعاون، بصح ماشي تعاون وين تعاون؟ تعاون في الطياب، حنا خاطينا طياب. واش فاش تعاون؟ لا مش كيتش. تشد الدراري اللي معاك، على بالك ولد صغير يبكي ولا طفله تشدهاني معاك. يعني انت المهمه تاعك في الدار باش تعاون تشد الدراري. تشد الدراري. اي زوجه هي في البيت هي اللي تقوم الاعمال تاع البيت هذو. الراجل عنده اعمال برا. بكل صراحه اذا تعاون يعني شويه الزوجه في الشغل تاع الدار في رمضان. ما نضنش، خاطر انسان سوا كي يكون خدام ما يقدرش يعاون.
سمعت واحد قال قعد في الدار ديفينيتيف قال داكور يعاونها ولا كشي حاجه بصح ما على بالي بلي حاجه بور الزوجه حاجه ثقيله وعلى عليها وكل حاجه هي صايمه وكل حاجه ما تعيه تعيه لا 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 اله الا الله محمد رسول الله واكتب انت ما تعاونش كاع لا لا ساعات نعاون علاش مثلا اكزومبل نسيبا نوض بكري نعمل الماء ربما نعمل الماء نروح نشيل الخبز نروح نشيل نروح نقضي لا في الدار في الدار في الدار واش نعاون هي ما كانش واش تعاون نروح نعاونها بطياب ما نعرفش طياب